السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم بيوتيفول. لنقدم فيها كل ما هو غريب وعجيب في عالمنا المذهل. في فيديو مبهج وتعليمي هنتعرف من خلاله على أغرب 10 حيوانات مش هتصدق إنها موجودة بالفعل. صديقي العزيز، جهز مشروبك اللذيذ ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. في السينما عموما او على الانترنت بنشوف حيوانات بتبدو لنا ان هي مش موجودة او غير حقيقية، لكن الطبيعة فيها ما هو اغرب مما نتخيله. والفيديو ده هنشوف بعض الحيوانات دي، وفي نهاية الفيديو في مفاجأة ستذهلك. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 10 معانا الخنزير زوفر الخروف. هو خنزير في ملابس الأغنام. موطن هذا الخنزير هو المجر، تم اكتشافه في منتصف القرن 19، سمي بهذا الاسم لأنه يشبه الخروف بسبب الصوف اللي على جسمه. ألوانه هي الأحمر والأصفر، وفي كمان اللون الأسود، لكن الغالب منه بيكون أشقر. رقم 9 معانا القرد أفطس الأنف. تم اكتشافه في بورما سنة 2010، وترجع التسمية لسبب شكل أنفه، والإناث بتكون حجمها أصغر من الذكور، وكمان لونها غامق، لكن الأطفال بيكون لونهم أبيض. وهذا النوع مهدد بالانقراض نظرا لأن الأهالي في بورما بياكلوا هذا النوع من القرود ولا يمثل لهم أي قيمة علمية على الإطلاق. رقم 8 معانا الإمبراطور تمرين. تسمى بهذا الاسم نظرا لشكله اللي وشنبه اللي بيشبه شنب رجل عجوز او حكيم. طول هذا الحيوان 26 سنتي، لكن طول ديله 40 سنتي. بيعيش في مجموعات من 4 إلى 20 حيوان، بيتغذى على النباتات والزهور والرحيق والفواكه. رقم 7 معانا بلافي كاو. وهذه البقرة تم اكتشافها في اسكتلندا، وهي تبدو كاللعبة او بسبب حجمها الصغير يتم استخدامها في العروض للأطفال. وهي سلالة موجودة ولم يتم تهجينها، يعني هي سلالة قديمة موجودة بالفعل، وهي بتتميز بحجمها وشعرها الطويل الناعم لذلك بيتم استخدامها في العروض. رقم 6 معانا باتاغونيا مارا. يبدو وكأنه هجين بين الأرنب والكنغر، تم اكتشافه في الأرجنتين، وهو سريع وقوي جدا، وهو يعتبر رابع أكبر القوارض على هذا الكوكب، ويتولى الذكر حماية الأطفال، ويمكن لهذا الحيوان القفز لمسافة 182 سنتي في حالة الخطر. رقم 5 كلب الراكون. هو نوع من الكلاب البرية المستأنسة، وهي من فصيلة الذئاب والثعالب غزيرة الفار، وتشبه الراكون إلى حد كبير. موطن الأصلي الصين وكوريا واليابان وشرق آسيا، وهو النوع الوحيد من الثدييات الذي يدخل في فترة سبات قصيرة. رقم 4 معانا ماعز ماركور. هو يعيش في شمال باكستان وفي المرتفعات، ويبلغ طول قرونه 160 سنتي، أما حجم جسمه فهو 180 سنتي، ويستخدم قرونه للقتال في التزاوج، أما الأنثى فطول قرونها 25 سنتي. صديقي المشاهد، في حاجة انت نسيها. رقم 3 معانا المغفل الأزرق القلمين. كائن بحري أو طائر بحري بيعيش في غرب الولايات المتحدة، وهو نوع نادر من الطيور البحرية التي تتغذى على الأسماك، وسمي بهذا الاسم نظرا لمشيته العجيبة ولشكلها يضحك، ويستخدم المشى دي في موسم التزاوج. رقم 2 الكولوجو الماليزي. نظرة عين هذا الحيوان المدهش والغريب، كأنه مستغرب ومتفاجئ من كل شيء حواليه. هو يمتلك غشاء كبير مثل السنجاب الطائر، ويمكنه الانزلاق لمسافة 100 متر بين الأشجار، لكنه لا يجيد الطيران ولا يجيد التسلق، ووزنه 2 كيلوغرام. رقم 1 الفراشة الفنزويلية. تم اكتشافها في 2009، وهي بتعيش في فنزويلا والمناطق الاستوائية الحارة، وسبب التسمية ان هي تشبه كلب البودل بسبب شعرها الكثيف اللي على جسمها، اما الشعر فهو للحماية والشم والاستشعار بالبيئة المحيطة وليس للتدفئة. واخيرا مفاجأة الفيديو، ثعلب العصفور.
الكائن ده بيقول ان هو بيعيش في جبال الهيمالايا، لكن في الحقيقة الكائن ده مش موجود، وهو اشتهرت صورته على الانترنت. هي دمية، هو في الاصل هو دمية فنية من ابتكار الفنانة كالان ماكلاود، تم تصميمها في سنة 2014.